شهدت محافظة الإسكندرية اليوم موجة من الطقس غير المستقر وهطولا للأمطار الغزيرة على كافة مناطق وأحياء الإسكندرية المختلفة، وارتفاع موج البحر إلى نحو 5 أمتار وتخطيها إلى سور كورنيش البحر. ووجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف بالتواجد الميداني على مدار اليوم والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لإزالة أثار الطقس ورفع درجة الاستعداد. هذا وقد قامت وحدات الإزالة الفورية والإشغالات بالأحياء في الساعات الأولى من صباح اليوم بالتواجد الميداني لعمل حواجز حول العقارات التي تشكل خطورة داهمة على المارة، وقامت برفع الإعلانات التي سقطت جراء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها المدينة بالأمس.